وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى رجائي رمزي تفضل. شكرا سحر، شكرا دينا. مشاهدينا، درجات الحرارة في مصر والعالم نتابعها في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل. الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وذلك على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 24، الصغرى 14، فيما الإسكندرية العظمى فيها 24، الصغرى 13، مطروح العظمى فيها 24، الصغرى 13، بورسعيد 22، 14، الإسماعيلية 24، 12. أما في السويس العظمى فيها 24، الصغرى 13، العريش 22، 12، طابة 21، 14، شرم الشيخ 26، 18، أما الغردقة العظمى فيها 26، أما الصغرى 15، محافظة الأقصر العظمى فيها 28، الصغرى فيها 19، أسوان 27، 12، الوادي الجديد 27، 10، شلاتين 28، 18، أما حلايب 25 العظمى فيها، أما الصغرى ف 19. لأننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.